صباح الخير. صباح الفل. شفتي بقى الازعاج ده على الصبح؟ لا عايز اخلص. طب نضفي بقى كويس. طب ساعديني بدل ما انتي واقفه ترغي كده. انت على الصبح بجد. بقول لك ايه؟ عايزاكي. لا فوقك مش هديكي فلوس. لا فلوس ايه بس؟ عايزاكي تفكري معايا بجد هعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي انا عندي بروفة المسرح بعد الجامعه. اتحججت بعد ميلاد سلمى طبعا وما وافقتش. طب ما اكيد مش هتوافق. طب هعمل ايه يا اروى بجد؟ دي الحاجه الوحيده اللي بعملها وانا مبسوطه يا اروى. لا فكك بقى من حوار البروفه بتاع النهارده ده، وابقي ظبطي جدول المحاضرات من الاسبوع الجاي وخلاص. واكدب؟ ده على اساس ايه يعني؟ خلاص هعمل كده. بس انا لازم احضر النهارده. فانا عندي فكره بقى. مش انت كنتي عايزه تغيري الكفر والسكرين بروتكتور بتوعك؟ اه خلاص يبقى انت تقولي لي هتعدي على هند النهارده بعد الجامعه نعمل المشوار ده مع بعض. خش بروفه المسرحيه تستنيني الساعه دي بس، بعدين نطلع نروح نجيبهم ونرجع البيت مع بعض. واكدب؟ عشان خاطري بيبي بقى. دلوقتي بقيت بيبي ها؟ ماشي، بس خلي بالك ان امك لو عرفت حوار التمثيل ده هتقلب عليكي جامد. ها؟ خلاص بقى سيبيها على الله. يلا انا هنطلق. ماشي. شفتيش موبايلي؟ هتلاقيه ورا. يا نهار اسود. في ايه؟ ماما خدت موبايلي، سالت موبايلها. يا لهوي. ايوه ماما. هو انت ليه غيرتي اسمك على موبايلي؟ ايه ماما دي؟ لا يا ماما انت سبتي موبايلك وخدتي موبايلي. خلاص بقى مش مهم، خلي موبايلي معاكي. هو ايه اللي مش مهم يا ماما؟ لا انا عايزه موبايلي. قولي لي انت فين؟ انت في الشغل؟ لا يا حبيبتي انا مش في مكان الشغل اللي انت عارفاه. ايوه ابعتي لي طيب اللوكيشن، بس ابعتي لي اللوكيشن على رقمك انت وانا هتصرف. ماشي. هنطلع نقعد في ربع ساعه عقبال انكل عزم يخلص. معلش يا ماما مش قادر اطلع، من فضلك اطلع انت بس ما تاخرش عليا. عارف يا مراد انا جبتك معايا من الصبح ليه؟ عشان مشوار الاسم يا بابا اللي ملوش اي لازمه. لا عشان عارفك وعارف دماغك، هتفضل كده تغل وتهري وتنكت. انا كلمته وقال ينفع نعمل محضر. يا بابا بعد المحضر برضه هم يشوفوا شغلهم يا مراد. يلا حبيبي نطلع نشرب حاجه، يكون انكل عازم يخلص ورديته ويكلمنا ننزل على طول. معلش يا بابا اطلع لوحدك بس، انا والله مزاجي وحش قوي النهارده. معلش. ماشي يا مراد. لا اله الا الله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. ايه هو انت بتشوفيش؟ بتزعق ليه؟ ما انت واخد مكانين اصلا. هو اي كلام وخلاص واخد مكانين؟ في المسرح ده كله اركني في اي حته، عايز تركني هنا بالذات في زفت كراك تستخدميه. ما حصلش حاجه خلاص. وانا هستنى لما يحصل. انا مش فاهمه المفروض اعمل ايه يعني؟ ما خلاص. انت بتتكلمي كده ليه اصلا؟ بس يا مراد خلاص. اتفضلي بقى حضرتك رجعي عشان اعرف اطلع. ده انت اللي اداك رخصه ظلمك. اللي اداك انت رخصه ظلمنا احنا، ما انت ما بتعرفش تركن اصلا. يا شيخه ايه ده؟ ايه ده؟ خير يا باشمهندس حسن، في حاجه ولا ايه؟ انت فين يا زبت من الصبح؟ موجود يا باشمهندس، بس كنت بجيب كوبايه الشاي. حصل خير. على فكره يا استاذه حضرتك هنا ما فيش ركنه اصلا. ليه؟ اشتريته الشارع؟ امشي يا ابني من هنا بدل محبسك. ايه؟ تحبسيني؟ احبسك اه. روح يا ربحت، روح شوف شغلك يلا. ماشي يا هندسة. عموما هي أول ما تطلع أنا هحط اللماعة ومحدش هيركن هنا تاني. حضرتك بقى تتأخري ولا إيه؟ ده مالك أتأخر ولا ما أتأخرش؟ إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا ربي. غريبة جدا جدا يعني وبتبجع. أتأخرتي ليه؟ أتأخرت إيه ماما؟ بقاليش 10 دقايق. يعني أنتِ واقفة هنا ليه أصلا؟ تعرفي منعم؟ منعم مين؟ بتجري إمبارح من العمارة وسلمتي عليه. إيه في إيه؟ معرفش. لما الورق وقع منك. انا مش عايز منك اي حاجه بس غير عنوانه. انت بتقول ايه؟ ابعد يا ابني من هنا. ايه يا مراد فهمني يا بابا؟ والله العظيم البنت دي تعرف النصاب وسلمت عليه امبارح وانا بديه الاوردر. نصاب ايه واوردر ايه؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما اجيب لك البوليس. بوليس ايه بس؟ هو قال حاجه؟ بيكلمكم بادب. انا ما اعرفش حاجه يا ماما. والله العظيم يا ماما هي. امشي يا ابني من هنا. خلاص يا مراد خلاص خلاص يا حبيبي. قله ادب على فكره. مش قله ادب، ما تقولوش كده على ابني. وتصدق بقى انا الغلطان عشان من اول ما خبطيني كان لازم ابلغ البوليس على الخبطه دي. بس بقى اطلبي التاكسي حتى انا واقفه معاكي. ده اللي قرف اللي بتشوفه على الصبح. خلاص يا ماما اهدي خلاص. جه يا جماعه وصل وصل.
صباح الخير. صباح النور، ألف مبروك يا باشمهندس. مبروك يا باشمهندس. يا جماعة يا جماعة من فضلكم القرار لسه ما طلعش. إحنا جبناها من الكنترول يا باشمهندس. رئيس مجلس الاداره الجديد وصار الباشا وصار. والله بنوزع شربات من الصبح يا باشمهندس، ربنا يفرح قلبك. هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ هو مين حضرتك؟ المهندسه نادية عبد الله رئيسه مجلس الاداره. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانيه اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدي يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجله خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم، مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ نهار اسود، انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوز اعمل محضر لو سمحت. ده اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزم بيه. اوقف هنا ما تتكلمش. عزم بيه دلوقتي. اوقف هنا ما تتكلمش. كنا في دورية يا فندم في شارع 13، لقينا الأستاذ ده ماسك العصاية الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سألناه قال أنا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط، ناس جاية تضرب ابني قدام بيتنا، لازم أدافع عنه، وطول الطريق عمال أقول لحضراتهم كده، ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ أنا عاوز عزم بيه دلوقتي. عزم بيه ماشي، هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى إيدك. يا فندم اللي هو بيقول هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. آه. وفي إيه النهارده؟ خير يا امجد بيه؟ العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم نشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي هي اللي ضاعت حالها. انت اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انت طبعا قلقتي وان انت مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت. يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانيه. وانت ايه رايك؟ رايي ان اروى اتصرفت صح الصراحه، ما كانش ينفع تسكت. وانا رايي كمان زيكم. في الاول كنت خايفه، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي بميت راجل. خوفتيني. الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا ند. زي ما ينفعش نسكت برضو ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب. ما عملتش حاجه يا ماما. ايه انتي بتضربيني يا ماما بس؟ اهدي في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انتي تخرسي خالص. انتي يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب، كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي، فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها، بجد مالهاش ذنب، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك، بروفه ايه ونيله ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عايزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه، انا هفرجكم. قدرتي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. فضلوا ادخلوا على وقتكم، مش عايزة اشوف وشكم.